قتل أكثر من 49 شخصاً، معظمهم من المسنين والمشردين. كان صديقه أول الضحايا، مشهور بلقب قاتل رقعة الشطرنج. الاسم ألكسندر بيتشوشكين. التهمة قتل 49 شخصاً. المكان روسيا. الحكم السجن مدى الحياة. كان لديه شغف رهيب بلعبة الشطرنج منذ صغره، وفي لحظة ما قرر بيتشوشكين أن يحول هذا الشغف لباعث شخصي للقتل الجماعي، فخطط لقتل شخص واحد مقابل كل مربع من مربعات رقعة الشطرنج 64، ثم شرع في تنفيذ خطته. لكنه في وقت لاحق تراجع عنها قائلا إنه كان سيواصل القتل إلى ما لا نهاية لو لم يتم إيقافه. بيتشوشكين قاتل متسلسل روسي، ولد عام 1974. كان طفلا اجتماعيا وذكيا، لكنه أصبح شديد العدوانية بعد سقوطه من على أرجوحه. اصطدام جبهة بيتشوشكين بالأرض بعد سقوطه أدى إلى تضرر القشرة الأمامية لدماغه، وهو ما جعله يصبح أكثر اندفاعا وعدوانية. عندما بلغ بيتشوشكين 18 من عمره، وتحديدا عام 92، كان صديقه في المدرسة أول ضحية له، دفعه من النافذة وأرداه قتيلا. وفي عامه 33 تخطى مجموع ضحاياه 60 قتيلا وفقا لاعترافه. في كل الحالات قتلت لسبب واحد فقط، لقد قتلت من أجل أن أعيش. بالنسبة لي الحياة بدون قتل كالحياة بدون طعام بالنسبة للآخرين. شعرت بأنني والد كل هؤلاء الناس، وأنني فتحت لهم الباب لعالم آخر. لقب بمجنون بيتسافسكاي، وهو اسم منتزه في موسكو تمت بداخله معظم عمليات القتل. كان بيتشوشكين يستدرج ضحاياه عن طريق إقناعهم بتناول المشروبات الكحولية بصحبته، ومن ثم يدخلهم في حالة سكر لينقض عليهم بضربات من مطرقة على رؤوسهم. اعتاد تهشيم رؤوس الضحايا وتفريغ زجاجات الكحول داخل جماجمهم ليضمن عدم بقائهم على قيد الحياة. عام 2006 وجدت تذكرة مترو ضمن متعلقات إحدى ضحاياه، قادته بالصدفة للسجن مدى الحياة. فبعد مراجعة الشرطة لكاميرات المراقبة داخل المترو، وجدت أن الضحية كانت بصحبة بيتشوشكين. ألقي القبض عليه في العام ذاته واعترف بجرائمه بعد التحقيق معه. كوليجيا присяжных заседателей Московского городского суда вынесла вердикт в отношении Александра Пичушкина, согласно которому он был признан виновным в совершении 48 убийств, а также трех покушениях на убийство. بيتشوشكين أصر على أن عدد ضحاياه تخطى 60، لكن المحكمة أدانته عام 2007 بقتل 49 شخصاً وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، ليزدل الستار على واحدة من أكثر القضايا رعباً في روسيا والعالم.